هي وصلت لمرحلة كنا وقتها بألمانيا وكنا بهيدا المعرض تبع الألعاب وهون تا كان تريجر الحقيقة. كنت ماشي عادي وبغيب عن الوعي بطبش على الأرض فكان هيك يعني شو عم بيصير ما عم بفهم شو عم بيصير ودائما كنت عم دوخ قبل ودوخ بعدها وهيك سو وقت رجعت على لبنان خلص وقفت شوي شغل هيدا كان أول مرة بوقف شغل يعني وقفت على شهر بفتكر وبس كان بتشوف شو عم بيصير معي انه عم بكون عم بحكيك بطبش او بكون عم بحكيك فجاه بصير كل شيء يبرم ما بكون عم بكون نايم على اساس اصلا ما كنت نايم منيح مش لانه عندي شغل بس خلص بطلت اقدر نام وصلت على مرحله وائل بونجور بونجور مايا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا فيك ببريتك مرسي 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 لانك انضميت لنا اليوم مرسي على استضافتكم مرسي نحن كتير مبسوطين انك جيت لعنا وانه رح نقدر نحكي عن قصة بيلدتس من اول ما اطلقتوا المشروع لهلا وانه نضوي على قصة نجاح مش كتير في منا بلبنان خاصة بهيدل باخر فترة فرح نحكي شوي بالاول عن بيلدت از منتج بنفسه بعدين حنحكي عن تجربتك انت كرائد اعمال بلبنان وبالمنطقة العربية وبالاخر رح نشوف شو اهم التحديات وشو نصايحك اللي بتعطيها لرواد الاعمال اليوم اللي عم بيفكروا يطلعوا بفكرة ويعملوا بزنس ويطلقوا بلبنان. فاول شي خبرنا شوي عن القصة ورا بلدت شو هي بلدت شو الهدف منها وكيف طلعتوا فيها. اوكي سو الفكرة تبع بلدت هي انه عم ناخد كل شيء موجود بالورشة عم نعمله مينياتير بطريقة مصغرة وبطريقة كتير آمنة تا كل ولد يقدر يعمر بيته بإيده. سو عم نحكي أنه الولد رح يكون عنده كيت كاملة فيها البريكس حجر الخفان يعني البطون القوالب الخشب الحديد البينت كل شيء معقول تفكر فيه الروف البواب الشبابيك كل شيء وعم نعطيهم مع انستراكشن مانوال تا يقدر يستعملهم ويعمر بيته بإيده. واحلى شيء فيها هي انه عم نمرن الاولاد انه يخترعوا ويحلموا ويعملوا البيت اللي بدهم اياه. يعني في كتير مجال للاختراع والابتكار يعني الكت ذاتها بتعطيها لعشر اولاد بيطلع لك 10 بيوت مختلفين وهذا الشيء كتير حلو بالبلد. هذا الشيء دائما وي وير بروموتينج هذا الشيء انه عن الكرياتيفيتي الاولاد ما يخافوا يخترعوا ما يخافوا يحلموا ويعملوا قصص برات العاده او ما يلحقوا الكتالوج ما يلحقوا يعني الديزاين اللي موجود بالكتالوج بس يلحقوا ستيبس. هلا في مدارس شافوها والكت يعني هي كمان منا it's not just a toy يعني موجود محلات الألعاب it's كمان it's an educational tool للمدارس to introduce engineering and architecture من خلال اللعب يعني الأولاد بالمدرسة عم يستعملوا هيدا الكت بس بيجي حواليها كوريكولوم في يونيسف ساعدونا تنطور كوريكولوم حوالي الكت تتكون مش بس لعبة تكون شيء كمان بيداغوجيك وبيعلم الأولاد من كذا يعني 360 educational experience يعني مش بس عم يستعملوا إيديون بس كمان بذات الوقت مش بس أنه عم بيلعبوا ويطبصوا بالبطون وهيك كمان يكون عم يفهموا the engineering behind it ينموا قصص مثل creativity أكيد scientific curiosity بلش يسأل حاله أنه مثلا هاللمبة كيف بتضوي السيارة كيف بتمشي أنه حتى لو it's not limited to a box it's not limited to a house يعني في يبلش يسأل حاله الحياة كيف تشتغل يعني يبلش يسأل حاله أسئلة بتساعده أنه يقدر هيك ينمى إذا بدك بطريقة educational scientific. بس نقول أولاد وائل من أي عمر منبلش تقريبا؟ هلا ببلدت أصغر كت عنا إياها هي أعمار 6 سنين في عنا 3 كتس لأعمار 6 سنين وتلوع ولد عمره 12 ينبسط فيها أنا بنبسط فيها في عنا الانترميديت كت اللي هي كت بتعقد فيها كتير هي هون بيجي الأكتر شيء السبيس للكرياتيفيتي وهيك هي والأدفانس كت انترميديت لأعمار 8 وتلوع والأدفانس كت يعني سوبر أوتنتيك لأعمار 10 سنين وتلوع وهيدا الكت مش بس لعمر 10 12 15 17 كمان عم نحكي عالم اركيتكتس انجينيرز عمره 50 40 عشيه بيرجع من الشغل بتكتك فيها وعم بيعملوا ماكتات رائعه يعني انه الاودينس تبعنا انه من سيس ل 80 أو. قبل ما نكفي عن بلدتس كمنتج yes. خبرنا شوي عن القصة سو انت والياس وريان كنتوا ثلاث شباب عم تدرسوا ثلاثة تكون هندسة بالجامعة وقت طلعتوا بالفكرة مين السوسة بيناتكم مين اللي بلش بالأول مين طلع بالفكرة مين هو ريان كان مسافر وقتها كان بسعودية عم يشتغل كنا نحن بالجامعة وريان كان بسعودية وهو هيز ميكانيكال انجينير عم يشتغل هنيك كان هو احلى بارت عنده بالشغل اذا بدك او بالجاب تبعه هو وقت تجي صبيت البيتون على الورشه وهيدا الادرينالين اللي بتحسيه على الورشه وقت تكون عم نعمل ستاج عم نشتغل فيها هيك شيء كتير حلو انه تحس البيتون عم ينسكب والعالم عم بيجبلوا انه فيها هيك حماس كتير وادرينالين كتير سو هون بلشت انه نبلش ناخذ
الشيء اللي موجود على الورشة على نحطه للأولاد. ونحن الباك جراوند تبعنا كلنا يعني الياس وريان وانا وحتى كمان في تانيوس وميسم اللي هن كمان بلشوا معنا بالاول كلنا كنا بسكوت وكلنا يعني نستعمل اللعب كرمال نوصل مساج او نستعمل اللعب كرمال نوصل عبره او نوصل حي الله شيء يعني دائما كان كل شيء ثرو بلاي كنا نجرب نوصله سو كان اول ريفلكس لنا انه هذا الشيء اللي عم بيصير كثير حلو نعمله لعبه للاولاد ويستفيدوا منه بطريقه كثير حلوه سو هيك 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 بلشت يعني مايلي. وبأي مرحلة قررتوا تنقلوها لبزنس؟ يعني شو أول خطوة أخذتوها نقلت هيدا القصة بيلدتس من فكرة لبزنس؟ أوكي. هلأ هو يعني إذا بتسألين السؤال هيك بصير أنه كأنه إيه كان عنا الفكرة وكنا عارفين أنه رح نصير نبيع من مكان بلبنان ونطلع لبرا ليوروب وأمريكا وأستراليا وهيك. بس هو أنه كنا كتير مايكرو ستابس يعني إذا بدك أنه بلشت بالأول تو سامبلما أنه كان عنا هيدا الفكرة وشفنا انه على بريتك في اوبورتونيتي لجرانت وبنعرف انه اذا بدنا نجرب نعمل هذه الفكره عايزين جرانت. بس انه مش كان ما كان بوقتها ما كان عنا الفيجن كتير لقدام كنا انه عم ناخذ كل ستيب كل نقطه بنقطتها يعني اذا بديك. قدمنا على بريتك طلعنا السبورت تبعهم فاينانشلي وكمان عملونا كتير منتورينج كتير خبرونا علمونا كيف نعمل بزنس بلان كيف نطور الفكره تبعنا كيف نعمل ماركتينج كيف تو ابروتش يعني وايد سبكتروم إذا بدي كانوا عم بيساعدونا. رح أطشك وقول yes. رح أطشك وقول إنه هيدا بسنة 2016 بمارس okay. كانت okay. وقتها قدمنا نسيت شو كنت عم بقول ما كان لازم أطشك ما علي رح يأثر وقتها بلشنا مزبوط فأخذنا السبورت بلشنا عم نشتغل على البروتوتايب يعني كانوا إذا بدي بريتاك عملونا أنه يلا هلا بدنا نكون تعملوا بروتوتايب وكان وقتها أنا بعدني بالجامعة ريان كان بعده بالشغل بالسعودية ما كنا all in إذا بدك ما كنا super أنه كنا أكيد محمسين ماكسيموم بس قد ما كان يعني ما كانت full time لأنه ريان كان عنده شغله أنا كان عندي جامعة إلياس كان عنده جامعة ميسام تانيوس كمان وقتها صرنا عم ننبش أنه حدا يساعدنا كيف نقدر نطور برودكت أو كيف نعمل بروتوتايب من ماشي أنه بس عنا فكرة كان سو هيدي هون كانت أكبر أول تشالنج كنا عم نشوفها أنه ما كتير كان عنا وقت دقاء. تاني شيء كان أنه أوكي أنه عم نجيب شركة نجيب حدا نجيب انجينير نجيب حدا أكسبرت على أساس بيعملوا برودكتس كلهم كانوا عم بيعطونا عم بيجربوا يساعدونا وهيك بس ولا مرة طلعنا شيء برودوي فينا نحطه على الرف ولا مرة طلعنا برودوي يعني أوكي معنا مصاري عم ندفع لهم بس أنه لقلهم هو بروجكت من بين 10-150 ما بعرف قد فولا مرة قدرنا وصلنا لنتيجة مع حدا قدر ساعدنا تعن جن نقدر نحط البرودوي على الرف أنه تصير بلدت فيها ولد ما بعرف إيه منطقة يلعب فيها سو هون قررنا أنه عملنا وقتها الميتينج خمستنا كان في وقتها ميسم تانيوس وإلياس وريان وأنا وقررنا أنه خلص جايز بنا نصير جدية بالموضوع مين بده مين أنه بده يفوت فيها ومين لا وقتها قررنا أنه ريان وإلياس وأنا أنه كنا بدنا نفوت فيها من بعدها بشوي الياس سافر على كوريا كان عم بيعمل ماسترز تبعه سو بقينا انا وريان مينلي عم نطور فوت حيطان اوكي عم نفوت حيطان عم نضحش يعني قصدي نضحش فوت حيط نكسر ونكمل برافو لا هي مش حيطان هي قصدي اكيد اتس ا ليرنينج بروسس 100% هو لحد لا يتعلم بده يطبش حاله اجباري انه هيدا اجباري فوقتها فتنا فيها خلص كان ريان بلش عم بيرسم البرودكت هو هيز ميكانيكال هيز بريليانت ميكانيكال انجينير نابغه الزلمه بنوجه له تحيه سوبر كبيره فبلش عم بيخترع البرودكت وانا كنت عم تكتك معه انا هون وقتها كنت بعدني بالجامعه فبعدين وقتها بتذكر كنا ب 2016 بمارس وقلنا انه عم نبلش نفوت ونجرب وهيدا قلنا انه يلا 2016 هلا على نوال بدنا ننزل الكت على السوق هيدا اضحك خبريه مش اضحك خبريه بس انه بتضحكني هلا وتفكر فيها انه بتخلق برودكت فيه بدك تسهر بدك ما بعرف انه منه هين تخلق برودكت وتحطيه بينباع فانه وصل نوال ما عندنا شيء فهون بلشنا 2016 من الاول وقتها صرنا وقتها انا خلصت خلصت جامعتي كنت جا خلصت يعني بس خلص صرنا فل all in صرنا يعني كان عنا وقتها بتذكر عم نشتغل كل يوم بالجمعة افتكر كان دوامنا 7-7 بس ولا مرة نخلص 7 انه كنا خبرنا شوي عن هاي الفترة كنتوا اخدين مكاتب كنتوا تعملين دوام لحالكم لانه عم تشتغلوا انتو yes. تلميذين يعني خارجين هلأ من الجامعة وما عندكم بعد الديسيبلين تبع الدوام ترك شغله ايه؟ من السعودية وانا خلصت جامعة انا كنت بلشت تكتك انا بالجامعة بس وقت خلصت كمان صرت اقول سو عملتوا ديسيبلين
استأجرته مكتب وقعدته وحطيته تارجت. ما استأجرنا مكتب، كان عندنا كان بي تحت بناية ريان، كان عنده هانجار أو شيء خربة يعني، كانت جراج. ففتنا إيه جراج، فتنا نفضناها ونشطف وجرادين والبديك يعني، كان كان شيء مهمول يعني من زمان، فصرنا نظفناه زبطناه وهيدا، وبلش كان وقتها أودا يعني نسبيا صغيرة لهلا، شو كتير ميكروسكوبيك يعني نسبيا لهلا شو عنا، وبلشنا نتكتك ونعمل نجرب نعمل المولد للبريكس، نجرب نعمل خلطة البيتون، نشوف شو أحسن بيتون فينا نستعمله. بس هيك كان كل يوم ونقعد نجرب يعني، نروح على جيب بضاعة ونجي نقعد نجرب نخلط ونجرب ونطبس. تا بلش شوي شوي بيان معنا أحسن طريقة نعمل مولد. كمان وقتها كان في مسيو جيوم، هو هيز ان اركيتكت كمان كتير قوي سوبر ذكي، ساعدنا نعمل المولدز تبع البريكس. كان انه كان هي لقلنا انه هون كانوا بلش عن جد يصير برودوي انه شرع يعني سوبر نيت سوبر نظيف، وهيك بلشنا شوي شوي نعمل تيستينج. بال 2017 اخذت اول جرانت من بيريتك، سو اخذت اول برايز مصاري لحتى تقدروا تقلعوا. شو اللي ساهم بعدين مع الوقت بانه تكفوا تاخذوا يعني يكون عندكم انكم كافي لتكفوا عم تصنعوا وتبيعوا انتل صرتوا سيلف سستينبل؟ اوكي سو هو من بعد بيريتك كتير كنا عم نقدم على جرانتس على ابليكيشنز تنطلع مصاري. هلا هون كنا كتير عم نتوفق فيهم يعني، طلعنا تقريبا $100,000 worth of grants كرمال نقلع بين شي 5-6 competitions يعني، هون 10 هون 5 هون 20. وكانوا عم بيساعدونا كتير هدول الجرانتس تنقدر نقلع، وكمان كنا عايشين تحت خط الفقر يعني. اما انه كنا ما عم نقبض شيء بالاول، بعدين صرنا نقبض حالنا بس شوية هيدا. طبعا بعدين رجعت قلعت البزنس، ما كتير اخذتنا وقت نبلش نعمل بروفيت لانه كان قليل انه تنرد المصاري اللي طلعناه هون. اخذتنا بركة تاني سنة كنا طلعنا كل شيء، عملنا كل شيء هيدا بين المدارس بين بيعة نوال التاني، كنا خلص قلعنا وصرنا سيلف سستينبل من وقتها. المدارس كانوا كتير لانه عم بيطلعونا مصاري، كمان كان انه الريفنيو المين ريفنيو تبعنا بالاول كان مدارس، كنا كتير عم نقدر نعيش من وراهن. وكمان كان في كذا كومبيتيشن قدمنا عليهم، فسلنا لبنان مرة بدنمارك، طلعنا من بين كان اكتر من 60 بلد طلعنا تالتين، هاي ب 2017. في كمان كومبيتيشن مع هارفارد طلعنا اول، وقتها ربحنا كمان شويه مصاري. وفي كمان كل الكومبيتيشنز اللي موجودين انه كنا عم نقدم عليهم، مع ما بعرف شو بسميهم في النكتار يعني. وبعد سنه بال 2017 بديسمبر فتوا على المدارس ونزلتوا على السوق. بديسمبر فتنا على السوق، المدارس فتناها بجان 2018 تقريبا. مزبوط. بنفس الوقت قررتوا تروحوا مدارس وسوق قبل ما تعملوا تيستينج للبرودكت بالسوق مثلا، قبل ما تجربوا تاخذوا فيدباك او تشوفوا تاثيره على الاولاد؟ لا اكيد اخذنا فيدباك، كان في البروسس بريتاك كمان عم بيوجهونا وقتها. كان في شيء اول مره بسمع فيه اللي هو انه كثير كومن وكثير ضروري نعمله، فوكس جروب. فكنا نجيب عالم لعنا على الاتوليه، بنسميه اتوليه نحن، نجيب عالم لعنا على الاتوليه اولاد، نحن كمان بسكوت كان هين انه نقول لهم يلا تعالوا نجرب نلعب. فكل مره نجيب 10-20 شخص نعطيهم الاغراض انه نتفرج عليهم، بعدين نرجع نعمل معهم انترفيو، نسال شو حبيته شو ما حبيته، شو كان صعب شو كان هين هيدا. وخلص انه سنه دل نجيب اولاد نشوفهم عم يلعبوا، نجيب اولاد نشوفهم عم بيلعبوا، نجيب اولاد نشوفهم عم بيلعبوا، لحديت ما خلص صار انه بنلعب فيها. قررنا الايج جروب لانه كمان بتعرفي الى اي ايج كمان ما انه كثير هين ايه. وبعدين حطيناها بالسوق، بس حتى كمان مش انه كان عنا سنة بس بديسمبر تنزلنا على السوق، مش انه وصلنا فتنا قبل بكذا شهر، كان كله ركض بركض. كمان كان انه كان اكسبيريانس جديد، وكان كمان كانت ليميتد كوانتيتي بس يعني هون كمان كنا بعد مش فهمانين شو الوضع يعني، بعد ولا مرة عملينا تيستينج ما بنعرف الفيدباك كيف رح يكون. فوقت نزلناها بيومين كنا اوت اوف ستوك، كانوا طاروا الكيتس والعالم كان بعد ما اجا يعني، وصلنا بديسمبر باول وبركه هي العالم ببلشوا يشتروا كضيات نوال، مش قبل 10 ديسمبر او 15 ديسمبر، وهن 22 ديسمبر بفتكر اكثر نهار بنشرى 50% من السنه او شيء هيك. سو نحن باول الشهر رحنا اوت اوف ستوك، وصاروا خلص العالم عم تسال وهيدا، ونحن ما عندنا بضاعه. سو فهمنا انه خلص في شيء
شرعي يعني أنه في في لازم لازم نشد حالنا في إلى سوق. لا كنا شدين حالنا كنا عم نفلح يعني ما كنا كنا طيب هيدي المرحلة كنتوا مش متوقعين أنه هالقد الناس يحبوا البرودكت أو يشتروا البرودكت متوقعين كنتوا عاملين ماركتينج يعني لا زيرو ماركتينج ما عنا شيء كم كت بعتوا أول مرة أول شهر 100 كت راحوا بشي يوم يومين بزيرو ماركتينج محطوطين بالسوق. شو برأيك خلى الناس يشتروا بلدتس بهالفترة؟ كنا بهالفترة ودائما بنعملها صار تراديسيون عنا منروح محل العاب نوقف بفوت زبون موجود بتحب تعرف عن بيلدتس موجود بتحب تعرف عن بيلدتس ونخبرهم لان ضروري يفهموا شو البرودوي. وهون فهمنا انه اوكي الباكجينج حلو بيسطر ومرسوم بريك ومرسوم بيتون ومرسوم كل هالقصص بس ما حدا رح يستوعب انه يعني بتشوفيها اوكي بدك تقعد تقرا ما حدا له جلد يقعد يقرا فضروري تفسري لهم اياها. سو هيدا الشيء فسرنا انه في تقل بدي نعمل على الماركتينج تيصير في براند اويرنس تيصير في ينفهم انه شو الموضوع شو بتفرق عن غير العاب شو بتفرق عن الليجو عالم فكروا ليجو ما انه ما حدا كان عم يفهم عن جد الفاليو تبعه. فهون فتج المدارس سو هون قبل اللي خلى ينباعوا هالمية كت بظرف شهر هو انه كان في حدا واقف عم بيفسر للعالم عن بلدت وكنتوا عم بتحسوا انه the fact انه it's local انه هيدا الشيء معمول من قبل شباب وصبايا لبنانية صنع في لبنان صح. عم بيأثر هيدا الشيء على الناس انه يشتروا صح. هلأ بكتير بيأثر معروف اللعبة اللبنانية وهيك بس قبل بوقتها وقت بلشنا كنا عم نتحمس نبيع بس لاحظنا انه نجرب قد ما فينا نشتغل كأنه أنا واحد سيلز بس أنه سيلز شاطر بس مش أنه سيلز جاي يقعد يقلهم لبنان وجرب يستعمل كل الكروتة تبعه لأنه كان عبالنا أنه أوكي في حدا كأنه سيستام ينعمل لبعدين. فكان بدنا مينلي من الوقفة تبعنا كانت أكتر من أنه نبيع هي أنه نسمع الفيدباك يعني تقيلة مثلا أنه قصص ما بنفكر فيهم هيدا مثلا تقيلة او مثلا يا ريت تعملوا لي لابني عمره 8 تجي كتير عنه عمره 6 ليه ما عندكم ل 6 بدي اخذ له حتى لو هي لدوز بلس كانت بالاول انه خلص عم نفهم ضروري نوطي الايج ايج جروب. فانه هودا الفيدباك كان هو هيدا الفاليو هون وبالظهر البايع اذا بدي كان عم بيبيعوا الكتس هي مينلي كان بس بدنا نفهم الماركت تبعنا انه هيك كانت بالاول. شو كان في شو كان في العاب كومبيتيتور لبلدتس وقتها او هلا شو بعد في العاب؟ في كثير العاب كومبيتيتورز يعني في عنا ليجو بتعقد ليجو كتير منحبها بس انه it's educational في عندك ليجو بطريقة super educational بس it's not authentic at all. بتعتبر انت ليجو competitor لانه ما فيها السنسوري تاتش ما فيها التجربة تجربة الماد السيمنت يعني هي هن بتشعر يعني هن بلاستيك بارتس بلاستيك بريكس انتو عندكم اكتر من هيك عندكم الخشب عندكم البيتون عندكم بس بالنهاية أنه لإنسان جاي بده يشتري لعبة لابنه عمره 9 أو 10 أو اللي كانت أنه عنده إذا عنده بده جودة كونستركسيون رح يكون ليجو وبلدس الأوبشنز تبعه. بس طالما لا أنه هي كفكرة يعني في عنا كمان غير ألعاب في تيفوك كمان في هون فيها تعمل جبل صغيرة بس ما فيها ستركتشر ما فيها صب البيتون في بس الزيق بريك فوق بعضهم. هاي كمان لعبة كتير بنحبها تعرفنا عليهم للأونرز وشربناهم عرق وفكرناهم. هلا انا من هذا المنطلق بقول لك كبارنت ليجو وبلدتس مش ذات الاكسبيرينس مش نفس الشيء. لا لا مخصص لان انا مثلا فيني افتح ليجو لابني اذا عمره 6 7 سنين واتركه يلعب فيها وروح شو بعرفني كفي شغل. بس بلدتس بتخيل على عمر 6 7 سنين بدي اقعد حده لانه ممكن الجبله ممكن الجي اللي بتصير ممكن بده شويه توجيه بالاول أكتر من التوجيه اللي بيصير بالليجو مثلاً. هلا بالليجو مزبوط ما فيها بيتون ما فيها جبلة وهيك بس نحن عاملين كل كت بطريقة حتى يعني الكت اللي فيها يعني إذا عم تحكي عن جبلة وسخ أو شيء هيك بكل كت عنا كل التولز كرمال الولد يقدر ما يوسخ يعني عندك الجلوفز عندك شيت بفلش على الطاولة يعني قد ما كان بده يجوي ما رح يجوي الدنيا إلا إذا كان بده يشبه أخطر بيتون أو شيء أنا بتصير بتحمس أوقات أنا في هذا فمعمولين اذا كانت 6 بلس يعني ولد فيه يعملها لوحده. هلا بركي لازم يتاكدوا الاهل انه اذا بحبه بس انه هي معموله كانه 6 بلس يقدر يعملها لوحده دقائق اذا 8 بلس اذا كان عمره 8 في يعملها وحتى اذا 6 بلس يعني السانك فيه يلعب فيها اذا 8 فيه الاصغر يلعب فيها دائما هيك لانه ف طيب هيك. نزلتوا على السوق بال2017 وبال2021 بعته صح
عملته exit. صح. وهيدا شيء يعتبر accomplishment كبير. yes. يعني خاصة بلبنان ما عنا كتير exits هالقد سريعة و exits بهاردوير, يعني أنتوا تعتبروا مش soft. صح. It's a hardware, it's a product, يعني مزبوط. manufacturing في وراء وفي وراء كتير steps قبل ما يوصل عند الكلاينت. yes. فبهول الست سبع سنين إذا فيك هيك بسرعة تخبرنا عن التجربة, مرقوا بسرعة, مرقوا على مهلهم, قديش حسيتوا حالكم challenged لحد ما وصلتوا على الأكزت؟ مرقوا بسرعة أكيد, وكمان إذا برجع أفكر فيهم, إذا هلأ أنا عم بحكي عم بتذكر أنه هيدا كانت 2017 وشو قطع بيناتهم قصص, مرقت بسرعة بلا ما حس أكيد, وتعلمنا كتير, يعني كان كتير كتير حلو بهيدا الإكسبرينس, أنه يعني احنا وصلنا وقت تبعنا كنا عم نبلش خلص عم نكبر, عم نبلش كنا صرنا بس سنه عم نعمل اكسبورت او سنتين عم نبلش نبعت لبرا, يعني بلشنا. شو كان التريجر لتبلشوا تبيعوا لبرا؟ هو دائما اذا بدك هدول القصص كانوا عم بيصيروا معنا كانه حدا عم يجي لعنا ويطلب, يعني كنا عم نطلع على ستيبس صغار, يعني شور سلولي بات شورلي بيقولوا. فهيدا وقت اجى حدا من الكويت أصحاب, هو مع بي أو شيء هيك, وقال عارف بالفكرة, بي خبر أو شيء بتحمق, هو كان عنده محل ألعاب كتير كبير بالكويت, سو تحمس أنه نبعت له الكيتس, وقتا نبعتنا له كمية يعني وطاروا معه بسرعة خيالية. ومن بعد الكويت هون بلشنا, وهي الاكزرسيس أن بلشت طلع لبرا, it's challenging بحد ذاته. أول شيء في عندي كتير certifications بدي نعمله, كل بلد عنده certifications تبعه, وشوي صعب أو كان هيدا الخبرية أن نقدر نعمل certifications تبعنا, لأنه لاحظت أنه ما بعرف بس بلبنان لاحظت أنه ما كتير هين, لأنه ما كتير بركة بتنعمل ما بعرف, بس كان أنه أوكي كبونا من هالشركة لهالشركة, هالشركة تكبونا على الشركة التالتة تردنا لهون, هيدا ردنا لهونيك, وما عم نفهم شو بدنا نعمل, وهي ورقة بس عملوا لنا هالورقة, بعتنا لها وقتها كمان الكت كان بدنا نبعتها على تنعمل لها تيستينج تيطلع لنا السي اي مارك تنبلش نطلع على يوروب وقتها, في تنقدر نشحنها عايزين السي اي مارك, فتنقدر عم عملنا تيستينج لازم نشحنها وحليها. فاللي عملناه وقتها سحبته لريان, هلا مرته بنوجه لها تحيه كمان, بنوجه لها تحيه, اخذت سافرت, هي عندها باسبور لانه كنا نخلص من الموضوع, فهيك قلنا لها انه شو الحل, كان انه الحل الوحيد انه الينا طلقت الكت تروح فيها بطياره تاخذها تعمل لها تيستينج وترجع فيها, فرحت مش تيستينج, رحت حطت الكت ورجعت لوحدها, رجعت انه بذات النهار بركي رحت ورجعت على نسيت ايه بلد, شو مطرح بيوروب نسيت البلد بس ايه, ف اتس تشالنجينج, غريبه انه ما فيها سيستم, غريبه كل ما نعمل سيرتيفيكيشن هلا بدنا نتعذب, فانه تو اكسبورت ما كان هالقد هين, بس نرجع مش الحال, وهلا انه عم نصدر من مكان انه ايه انفورشنتلي هذا تحدي بيعانوا منه كتير رواد الاعمال وشركات ناشئه بلبنان, بس انه ان شاء الله مع الوقت مع هيك اكيد رح يمشي الحال مع الوقت, اكزامبلز مثل كونوا ناس عم بيشدوا حتى يغيروا شوي السيستم بيتحسن الوضع. سو فتوا مدارس ومحلات وعملتوا اكسبورت بظرف 6 سنين وبعته. صح. هون قرار البيع كمان اجا اورجانيك بطبيعه الجورني تبعكم, ولا كان في قرار انه نحن خلص ما بقى بدنا او تعبنا او بدنا نعمل شيء تاني فرح نبيع؟ لا كان في قرار, كان في قرار وبلشنا نفكر فيه انا وريان بال 2019, بلشنا هيك انه كنا عم نحكي وقلنا انه ايه مش غلط, وقتها كان في بنورنبرغ بنعمل معرض للالعاب, بيجوا في كل شركات الالعاب بالعالم بالمانيا, بنعمل مره السنة هونيك, وقت تعرفنا كتير على ناس, وكان في عنا list of potential عالم, potential شركات منفوت بالidentity تبعون أو منفوت بالmanufacturing manufacturing facility تبعون تسمح لهم أنه يعني تكون هين عليهم, channels تبعون يكون عندهم stores, يكون عندهم مدارس, so لقينا إذا بدك top 5 أو top 10 شركات معقول يشترونا, ووقتها we reached out to them, في كم حدا كان interested بلش يصير في حديث وهيك, وبعدين صرنا أنه بلش يطلعنا مش أفرز بس بلش أنه ينحكى فيها, وصلنا بعدين عم نجرب نشوف شو بدنا نعمل, آخر شيء رجعنا بعنا مع الأشخاص اللي بعناهن الشركة. ليه ما فينا نقول اسمهم؟ ليه قررتوا أنه تبيعوا؟ ليه قررنا أنه نبيع؟ ليك ريان وأنا اتنيناتنا منحب إذا بدك نكون على هيدا الكيرف بالليرنينج, أنه يعني
منحب تنيناتنا نكون بهدول التشالنجز تبع التقليع، منحب نخلق شيء نشوفه كبر، نشوفه عم يكبر، نشوف انه مش السيستم. تنيناتنا بننبسط بهذا البروسس، يعني لانه مثلا نخلق البرودكت، نعمل له هدول الايتريشنز، نوصله على برودكت خلص فيك تصنعي مدري كم الف بالساعه، انه حلو توصل لهذا الستيج، نفتح ماركت جديد، نفتح شانلز جديد. هدول حلوين كانوا كثير لنا، انه انا هدول بيعطوني انه بليزير مش طبيعي، ولا ريان كمان. سو وتنيناتنا منا بمايند سيت تبدي كثير سي اي اوز وجايين نكبر وانفستمنت مدري قديه يجينا تا نفوت بكل بلاد العالم، انه حلوين بس اثنيناتنا بفتكر منلاقي حالنا بهيدا الشيء، انه نكون عم نخلق شيء دو زيرو ونشوفه عم بيكبر نرجع هيدا. اثنيناتنا بهيدا المونتاليتي بنحب هدول القصص، انه نكون هول التشالنجز الصغار اللي بيعلم، يعني اللي بيعلموا بهيدا الشك كانوا كثير حلوين. فبدنا نسناف وقتها كنا عم نحكي وقررنا انه بدنا نبيع، كانت المين ريزن كان انه كنا عم نحكي عن هيدا، انه اكيد كنا تعبانين، كان انه صعب ومتعب، وكنا عم كان وقتها عم نفكر انه بدنا انفستر يجي معنا ولا بدنا نبيع، لانه اذا انفستر خلص بنرجع نفتح جبهه انه كبيره. فكرنا فيها رجعنا قررنا انه فيرست اوبشن هي تكون انه نبيع. ما فينا نقول ولا اسم الناس اللي اشتروا، ولا فينا نقول قد ايه، فينا نقول اذا لبنانيه او غير لبنانيه. ايه في لبنانيه، في منهم لبنانيه. وهيك يعني كيف كان مثلا الحماس، يعني انتوا على اي قرار، على اي اساس نقيتوا الانفسترز؟ كان عندكم اساس مثلا خصو بالاثكس، انه نحن بدنا نبيع لحدا لبناني لانه منحس انه هذا البرودكت لازم يضل عم بيرجع على لبنان، لازم يضل عم بيرجع على لبنان، ولا انه كان بهمكم اي حدا يكون عم بيدفع قديش انتم بتعتبروا بلدتس بتستاهل؟ يعني على اي اساس قررتوا مين رح يشتري؟ اوكي، هلا على كيف استندنا معهم، هن في يعني بنعرف كم حدا منهم او اذا بعرفهم من قبل يعني، وسوبر في ثقه يعني كثير كبيره، وبنعرف انه شو البوتنشل تبعهم، بنعرف انه وير الايند بالفيجن تبعنا، في كثير يعني انه لقينا فيهم صفات لي عم ننبش كانه على انفستر، انه بالنهايه انه نبرشنا على كذا سنه وما بدنا نعطيها لحيال حدا. هلا اذا لبنانيه او لا، ما كان هو بالتوب تبعنا انه نفكر اذا لبناني او لا، ما كان هيدي كونسترينت، بس ثابت انه هالشباب اللي اخذينا هلا انه في ثقه كثير كبيره، وانه وهلا عم بيكبروا، يعني عم بلش نفوت هلا، عم نبعت على اسبانيا، عم نبعت على بلاد، على ماركتس دجا ما كنا فيهم، وكوانتيتي صغير يعني خلص عم تبلش شركه تكبر. ودبي كمان فتنا بقوه بالمدارس. كم بلد هلا بتنباع؟ في كتير هلا حيال بلد فينا نوصلها من قبل هيدا، قبل ما نبيع على الشركه كنا نبعت دي اتش ال دور تو دور، بس هلا باللوكيشنز في بركه شيء خمسة ست بلاد، وعم نكبر يعني. هلا هو كمان في المعرض تبع المانيا، في كمان هلا وقت نعمل ميتينجز معهم، كمان في كذا ديل بدين بات هون رح تفقع هوبفلي. اخر سؤال بالانفستمنت ديل، بين الخليج ويوروب واستراليا، وبين الخليج ويوروب واستراليا. يس، في بلد وصلت عليه بلدتس ما كنتوا متوقعين انه يجي اوردر منه، تفاجأتوا انه يي استراليا مثلا طالبين او غير؟ لا بلد، لا استراليا كنا عم نشتغل معهم، بعد كنا عم نبعت بالكونتينر لاستراليا عم نبعت كونتيتيات وقتها، كمان قبل البيعه هيدي. لا ما كنا نتفاجأ، كنا ننبسط يعني كنا نتفاجأ بالناس، مش نتفاجأ بس كنا ننبسط بالناس، وحتى حدا يبعث لنا ايميل خبرنا انه قدام انبسطوا او خبرنا عن فيدباك معين، كنا هول كتير نتحمس انه خلص بدنا ندق له، بدنا نحكي معه على الزلمه، نضرب انه خلص نعرف شو عم بيصير. انه كان ما كنا نتفاجأ ولا مره، بس كنا نتحمس بس حدا يحكينا، وخصوصا من بلاد برا وهيك، كان كثير سبب. طب شي خبريه بتضحك صارت معكم، فيدباك مثلا هيك بتحسوه هيلاريوس اور انكسبكتد؟ هيك شيء بتتذكره on top of your head؟ ما بيجي شيء على راسي، بس في شغله كنت مره ما بعرف اذا ما بتضحك خبريه، بس انا هيدا اول شيء اجى على راسي. فينا نبكي كمان ما في مشكله. لا ما بتضحك، ما بتضحك رواق، بس كانت خبريه انه بشي كنت بسوبر ماركت، وباي ولد شكله بيقول لأمه انه هيدا مسيو بلدتس او شيء هيك، فبتجي عم تخبرني انه قد ايه ابنها صار غير معهم بالعائله، انه نحن كمان بنجرب نفوت ايام بالصف يعني مثلا انه ساعد رفيقك، بس بنشدد عليهم كثير بطريقه انه playful كمان. المهم الام الام فبس كثير كانت مبسوطه، وكانت عم تخبرني انه ابنها الكيس تبعه كيف كان وكيف صار، ودايركتلي من ورا بلدت، سو كان بيأثر كثير انه تشوفي انه عن جد عم نقدر نأثر بولاد برات الصف، هذا الشيء كان هيك شبوف. اكيد هذا الشيء كثير مهم. يونيسف ساعدوكم لحتى تحطوا كوريكولر للمدارس؟
يس وقت كان عنا الكيت وبدنا نعم نفوتها بالمدارس بس ما فينا نقول لهم يلا جبلوا باتون ولعبوا اكيد مش هيك واكيد مش بس الحقوا الكونستراكشن مانوال عمرو بيت فخلقنا جيمز حواليها للعبه برات الكيت خلقنا كوريكولم عن الكونستراكشن عن الانجينيرينج وخلقنا قصص بطريقه بيداجوجيك يوصلوا لهم هدول الانفورماسيون وكمان ننمي قصص بشخصيته للولد يعني يطلع يحكي قدام الصف بطريقه يعني يكون في جيمز اوقات كان انه خلص برمنا انه عملنا 360 كوريكولم يعني اذا بدك بيسيب كل القصص البيداجوجيك تبع الولد ليش كان صعب انه تفوتوا على المدارس قديه كان في ريزيستنس من المدارس انه يتقبلوا هيك شيء بالاول كان كثير صعب إيه لان انا هو وقت بلشنا وقت قلت لك دم الديستات فتنا على محلات الالعاب هون كنا بايفنت عم فاتحين ستاند او شيء هيك مهم بيجي حدا استاذ بمدرسه عم بخبرنا انه جايز هيدي لعبه كثير حلوه ولازم يكون بالمدرسه هو شيء بيداجوجيك انه حدا بيد السيستم المدارس سؤلنا انه ايه بركي مش غلط فوقت فتنا بالمدارس هو وقت بلشنا بس بالمدرسه اللي انا كنت فيها بالسانكر وبالسانت فامي لانه ريان وجيزس ان ماري كمان كانت مدرسه حكيناها سو كنا بس ثلاث مدارس بالاول كمان وي وانتد تو تيست ونشوف كيف الرياكشن كانت كثير منيحه وكنا نحن عم نعطي صفوف تنتاكد كيف عم بيكون الفيدباك شو الرياكشن وهيك تنعرف نعلم انستراكتورز بعدين وقت بفتنا بدنا نكبر السنه اللي بعدها كان كثير صعب ما حدا سمع فيها من المدارس كنا بعد ما لنا مشهورين بلبنان يعني وقعد يفسري لهم وهيك بس كانت يعني قصة المدارس هي اللي شقلت بلدتس مين يعني كانت great marketing strategy لأنه عم نروح عند الولد عم نفسر له شو يعني بلدتس يعني بفوت لعنده على الصف فرجي بيت بقوله ليك شو فيك تعمل بهالاكتيفيتي ليك شو رح تعمل هيدا وهيدا البيت تاخده معك على البيت شو عندك أسئلة بيسألونا الأسئلة خلص صاروا يفهموا البراند براند awareness بثلاث دقايق لأربعين ولد وكنا بس كان في تيم وميني أنا وريان وكان في تيم عم نبرم على المدارس وبيتش دم ذا ايديا وخلص صاروا فهمانين البراند كتير منيح كنا نحن التوب اكتيفيتي بكل المدارس اللي كنا عم نكون فيها سو بمجرد انه فتنا على المدارس شقلتنا وشقلت السيلز تبع المحلات الالعاب سو هذا الشيء كتير ساعدنا ريزيستنس كان في اول كم سنه اول سنتين بس بعدين خلص صاروا هن عم يدقوا لنا وكان في فريق جاهز وعم هيدا بعدين صارت الثوره وقت بدهم الديستات صار يسكروا المدارس هون كان وقتها كنا خلص عم نسوي بكل المدارس على لبنان بدينا كونترايات مع بركه شي 80 اكثر من 80 مدرسه كان في بوتنشل 100 مدرسه بركه بس وقتها قشطوا كتير لأنه صارت خايف أو هيك بس أنه سو بالآخر تقريباً 20 مدرسة اعتمدت بلدتس أو أكتر لا أكتر أكيد إيه. أكتر من 20 بكل المناطق اللبنانية يس بس وقتها فتوا على المدارس في بلشنا كم سيشن لا رسمي عملنا كم سيشن بس ما كنا we weren't targeting them بس كنا عم نروح نعطي صفوف أوقات بس ما كان هيدا الشانل طبعاً كنا أنه عملناها بمدرستين اوكي يس طيب شو هالتراجيل الحلو مرسي انت وائل تخرجت من المدرسه صح ومن الجامعه ودغري بلشت رائد اعمال دغري صار عندك كان عندك فكره انت واصحابك رائد اعمال بحس حالي لا انت لبس. يعني انت مش كلمه رائد الاعمال تبع كرافات يعني بالعكس سو انت هيدي الفتره كانت كتير يعني كانت بتختلف عن كل تقريبا معظم الشباب والصبايا بلبنان اللي عندهم الباركور شوي اكثر تراديشنال yes. انه بتخرج من الجامعه بلاقي وظيفه ومعظمهم بنلاقي القصص اللي بنشوفها انه هو وبالشغل او هو وبعد كم سنه شغل بيقرر يعمل entrepreneurship journey لانه عنده فكره لانه مش مبسوط لانه بده انكم زياده yes. فانت هلا عملت تقريبا شيء مختلف وسكرت السايكل يعني اشتغلت بالبزنس تبعك بالفكره تبعك وبعته yes. وهلأ انت وين شو بتشوف حالك عم تعمل هيدي التجربة لوين وصلتك بحياتك يعني كشخص قصدك شو علمتني شو تعلمت وين حطتك يعني هل انت بدك ترجع على توظيف ولا بدك ترجع تخلق يعني بتخوض تجربة ريادة العمل مرة تانية ولا شو رح تعمل يعني وين متوجه هلأ شو بدي اعمل ما بعد ما انا واضحة عندي كم فكرة عم تكتك فيهم بس بعد ما في شيء جدي اكيد برجع بخوض ان اكون افتح ستارت اب يكون عندي فكره وكبرها وشوف شو بيصير فيها كتير بحمس لان مش معقول قد ايه انه كل يوم عم تعلم 10 قصص فانه نووي وما رح تاني يطلع لي هذا الشيء في عندي كذا فكره عم شوف هلا بركي سافر شوي قبل اشتغل شوي برا اخذ اكسبيرينس ما رح غير ارجع اجي وبركي من هلا ارجع افتح شيء بعد ماني عارف حالي مزبوط هلا شو عم بعمل اخذت بريك شوي كم شهر ما صار لي زمان تارك يعني صار لي كم شهر
تارك. هلا اخذ بريك، عم شتغل شوي على حالي، هيك عم بريح حالي، عم زوم اوت على حياتي، عامله كثير لكل شيء عم عامله. عم بتعلم قصص هيك كثير، عم تكتك، عم بتسلى شوي اذا بدك، عم تعلم اعمل خبز، عم تعلم عم بركض شوي، عم بعمل يعني معقول نشوفك شوي. عم تعمل بزنس خاصه بالطبخ؟ معقول والله. انا بحب طيب شو بتقول بركي. حلو، سمت في يعني اوبشنز ما خاصه بالدومين تبع بلدتس، بالتويز، بالتويز، بالهاردوير، بالادوكيشن. الادوكيشن بلا معقول شيء بالادوكيشن كمان. انا بالادوكيشن انا كثير كمان تعلمت وفهمت شوي الماركت بلبنان وبرات لبنان، عملنا كثير ريسيرش على الموضوع هيك، سو كمان عندي باك جراوند بهذا الموضوع منيح. شو برايك اهم تحديات رائد اعمال او انتربرنور اذا بتريحك اكثر الكلمه بلبنان؟ تحديات. شو اصعب شيء لانتربرنور بلبنان؟ حكيت كتير عن الريجوليشنز للإكسبورت. إيه صعبين هولي. لكن بفتكر أكيد في قصص، هول القصص كامل للكل، وفي القصص اللي كامل لكل اللبنانية قبل ما يكونوا entrepreneurs التشالنجز. بس بفتكر تشالنج بدها ترجع لكل واحد على قد شو الفكرة تبعه بأدومان هو. في سيستم صعب بلبنان، بس أنا بدلش أحكي ما بخلص. بس أنه في تشالنجز أكيد، بس أنه في مليون سولوشن لكل تشالنج يعني، فبدنا نشوف كيف نعملهم. طيب إذا رجعت لسنة 2016 yes. شو الشيء اللي بتعمله بطريقة مختلفة؟ الشيء اللي بعمله بطريقة مختلفة بالسبع سنين، بتجربة السبع سنين أنت وريان والياس والتيم ببلدتس. بركي خيارات تانية مثلاً، شيء لو عملنا هيك كان ما بعرف إذا خيارات تانية. أنا بحس حالي كتير، بعتبر حالي كتير محظوظ بالجورني تبعي ومحظوظ بريان أنه كشريك. بحس تعلمت يعني، بحس كش قصص بعملها غير بركي كنت بنتبع حالي أكتر، لأنه وصلنا على مرحلة عم نفلح كل يوم من الجمعة، كل عن جد بركي على القليلة سبع ساعات بالنهار، شو سبع ساعات على القليل 12 ساعة بالنهار، هيدا بيكون أنه عم فل بكير. ومش بس كانت ليميتد لوقتها أنا بالأتوليا وأنا بالشغل، كانت أنه أنا ونام كنت عم بهودس فيها، وكنت دايما حتى اختفي دفتر وقلم اوعى اكتب ارجع نام. كنت عم بحلم بتلاميذ المدارس، بأساتذة المدارس، كنت عم بهلوس أنه، وكان الشيء مش صحي ابدا، انه كان بيتعب كتير نفسيا يعني. فبفتكر هيدي الشغله، بفتكر كنت اهتميت بحالي نفسيا اكثر، كنت شوي عرفت اكثر كيف اتصرف بخصوص الموضوع، بخصوص انه صحتي النفسيه اذا بدك، لانه صعب منه هين تفتح ستارت اب في يعني ديجا وقت تكون عندك عم تعمل شيء انه راح يكون في تشالنجز كيف تبي لبنان، وكيف انه هاردوير عندك مانيفاكتشرينج عم نجرب نكبر والريسورسز تبعنا كثير قليل. فكان فيزيكلي بيهلك، بس كان اللي عن جد هلكني هو المنتلي، كان انه هيدا اكيد برجع بهتم بهذا الموضوع اكثر. عملت بيرن اوت؟ دبرست؟ يس ايه كان هيدا اكشلي هيدا البيرن اوت تبعي او الدبرشن تبعي اللي طلع لي اياها اذا بدك، او انه هي مش انه يوم تعمل ديبرشن او بيرن اوت، انه هي بدك تنحت كتير وقت تعمل بيرن اوت مرتب. سو ايه كان وصلت لمرحله انه منتلي كتير صار صعب. هلا اكيد مش بس من الشغل، في كتير اسبيكتس بركي بيصيروا بحياتك هيك، بس انه مش يعني تخيلي انه كنا انه كوقت او كمنتل كيف عم فكر كل وقت بس مهوتين بالموضوع، عم نام وقوم عم فكر بالموضوع. ويك اندز انه ما كنا نشتغل اون ويك اندز يعني دائما، وهو المشكله مش انه عم بشتغل ورايح مش مبسوط، رايح انه محمس اعمل شيء، بس ما بعرف كيف اقول لك انه هيك سوبر تريكي كيف بيصيروا القصص بين الادرينالين والحماس اللي عندك اياه، وبين انه عم تنبرش حياتك السوشيال وال كل شيء باقي. وقت ترجع على البيت اوقات بركي انه بتتعب نفسيا، او اوقات بصير انه بس ارتاح، بس بدي اقعد بالاوضه ارتاح. صرت شوي شوي جمعه جمعه شهر على شهر على كذا سنه، بعدين خلص لاحظت انه هي وصلت لمرحله. كنا وقتها بالمانيا وكنا بهيدا المعرض تبع الالعاب، وهون كان تريجر الحقيقي. كنت ماشي عادي وبغيب عن الوعي، بطبش على الارض. فكان هيك انا شو عم بيصير، ما عم بفهم شو عم بيصير، ودائما كنت عم دوخ قبل ودوخ بعد او هيك. سو وقت رجعت على لبنان خلص وقفت شوي شغل، هيدي كان اول مره بوقف شغل يعني، وقفت على شهر بفتكر.
وبس كنت بتشوف شو عم بيصير معي، انه عم بكون عم بحكيك بطبش او بكون عم بحكيك فجاه بصير كل شيء يبرم، ما بكون بكون نايم على اساس اصلا ما كنت نايم منيح، مش لانه عند الشغل بس خلص بطلت اقدر نام، وصلت على مرحله anyway. ايه فوقتها صاروا يصيروا معي هول الابيزودز اوف انه كثير عم دوخ، فجاه قلبي يصير بوب يعني عم بيضرب بسرعه، اطبش كون عم بتمشى معك بوب اطبش قلبه على الارض، فكان انه شو عم بيصير، فبلشت شوف حكمة شوف شو الوضع، وكل حكيم يقول لي شيء ما عم بفهم شيء، فبعدين لاحظت انه ستريس شو هيك بس ستريس. انه بطلع انه شيء حقيقي، انه شيء حقيقي كثير انه تكوني منتلي تعبانه او انه ستريس ستريس تبعي مش فيزيكلي، فيزيكلي هينه، فيزيكلي بتعمل مساج بيمشي الحال، بتنام شوي بيمشي الحال، بس منتلي بتلحقك وين ما تروحي بتلحقك، فصعب انا ونايم كنت عم بكون ستريس، كنت يعني إيدي بشده بكون شادد كل جسمي كله سوا، سناني عم كذب، طلعت الدوخة لأنه بكذب سناني وكذبت سنان تضرب على الدينة والدينة هي بتأثر على الإكليبر، فهيك صارت أنه هيك فمنتلي كتير بيأثر على الفيزيكال، الفيزيكال أنه ومنتل بيأثر على كل حياتك، فأنه هيدا كان صعب يعني كتير. كيف طلعت منه؟ شو عملت؟ عطينا نصايح. أعطيكم النصائح؟ لا ماني حدا يعطي نصائح يعني، بس خبرنا تجربتك، لأنه أكيد أنه في كتير رواد أعمال وفي كتير ناس حتى طلاب بيمرقوا بهيك مراحل بهيك سمتمز، بيفكروا أنه هيدا الشيء غلط أو بيفكروا أنه هيدا الشيء عيب، ما بيحكوا عنه، ما بنحكي دايما عن هيدا الموضوع، فأنت تجربتك كيف قدرت تطلع من هيدا المرحلة؟ هي تطلع منها كان كتير حلو لإلي، يعني كان أكيد مش حلو، كان صعب كتير، كان صعب بس كان حلو لأنه كانت هون كنت أول مرة بحياتي عم بلش كأنه عم تعرف على حالي، هلأ صرت يعني أو أكيد صرت روح عن بسيكولوج بالأول، كان كتير حلو كتير ساعدت، رحت عند كذا حدا بالأول بس بعدين لقيت حدا سوبر بعقد، ما بعرف إذا لازم نقول، ما بعرف ما بيأثر نقول اسمه لأنه بحبه. أوكي منوجه لها تحية، أكيد منوجه لها تحية وبتعرفي حالي عم بمزح. فلا كان كتير منيح، شوي شوي صرت عم تعرف على حالي، شوي شوي صرت عم بلش افهم شو عم بيصير معي توصلني لهون، شوي شوي صرت اعمل تكنيكات شوي ساعدوني تو اكتيفيت قصص خسرتها لان انا حدا عاده بلايفل بحب العب بحب انبسط بحب اضحك، فخسرتهم كلهم هدول، فكان صعب. هلا مش عم بقول انه اوعى تفتحوا شغل بتفتحوا شغل بتفتحوا ستارت اب رح يصير فيكم هيدا، اكيد مش حيصير هيك يعني اذا بتنتبهوا على حالكم، واكيد انا ما صار معي هيك بس من ورا هيك انه كان أن الوضع صعب كله كان صعب وهيك، فبس ما بعرف كيف طلعت منه. يعني طلعت منه قلت لك انا شفت بسيكولوج ساعدتني كتير، و هي بس في شيء بس بحب اقوله انه مثلا وقتها يعني وقت واحد يكون مثلا واقع عند درج كسر اجره عادي يروح عند حكيم عظم او ما بعرف فيه حكيم لازم يروح، وقت واحد يكون منه كتير منيح منتلي كتير بناخذها على الجار، هلا انه منه شيء كومن انه ناخذها اسيريو انه واحد منتلي منه منيح، مع انه كتير ضروري انه واحد يهتم بحاله بصحته النفسيه، واذا شوي حس حاله منه منيح يا يحكي اصحابه ما يستحوا يحكي اصحابه يحكي عالم بيوثق فيهم تيرتاح ويقدر يطلع منا يعني. وما كان في حدا عم بيدلك مثلا يقول لك انه انتبه you're مثلا about to burn out او انتبه لحالك، بالسبورت اللي كنت عم تاخده بالايكو سيستم اهلك اصحابك؟ لا ما يعني ما كنت ملاحظ حالي انه عم هالقد عم هلوس اذا بدك، بس هي بتحمس انه ما فيك ما تتحمسي، بس انه لازم شوي احط ليميت يعني، هلا بحس تعلمت كثير من هذه الشغله، هي كانت كثير حلوه، بس لا ما حدا قال لي شيء كنت محمس. طيب واذا في حدا هلا بيجي بيقول لك انا مخرج من الجامعه عندي فكره بتعقد وبدي اطبقها واشتغل عليها فول فورس، شو بتقول له؟ اكيد اكيد انه اكيد بقول له دائما بشجع الناس يجربوا يعملوا شيء، لانه حلو تعمل شيء بتحبيه وحلو تشوف هذا الشيء اللي بتحبيه عم بيكبر، بس بقول له ينتبه على كم شغله مثلا عن ينتبه هلا كثير عم تشوف هدول الاغلاط مثلا هيدي مثلا وقت عم بقول لك عن منتل هيلث وهيك كثير في وقت على انستغرام او انه وقت يكون في توك انه ايه entrepreneurship hustle 24/7 ويلا ومدري شو، هو اللي بحس كثير غلط، بحس انه it's toxic انه يدل في هيدي الجمله عم تنعاد، انه بحس انه بركي منيحه للعالم اللي ما كثير اللي بركي شوي ليزي، بس انه في عالم بتصدقهم وبترجع عم تحترق، فبفتكر انه هون هيدا شيء كثير مهم ينتبهوا عليه. وشيء ثاني كمان عم شوفه وقت اكون بنتوركينج ايفنتس او وقت اكون بشيء اذا في بوت كامب او شيء هيك، وقت مثلا
اوكي عندي فكره بس بدي الاقي حدا يساعدني فيها ويكون بارتنر تبعي. اوكي كثير مهم، بحس كثير مهم هيدا الشيء، بس ما فيك حدا تعرفت عليه من نص ساعه او من جمعتين او من شهر يصير كثير بارتنر تبعك بالشغل. انه انا كنت كثير محظوظ مثلا مع ريان، انه مثل خي الزلمه قبل هيدا، وهو يعني اثنيناتنا وي شير ذا سيم فاليوز. فبحس كثير خطر هيدا الشيء، لانه كانوا عم تتجوزي للحدا، انه عم تتجوزي للحدا في رح يصير او عندك شيء عم تجرب تطلعيه، فعم رح يطلع مشاكل من تحت الارض، شمال يمين فوق تحت. فما فيك تكون حدا صار لك جمعتين انجأ بتعرفيه تعملي معه هالمشاكل. بيكون في فاونديشن كثير مهمة تنقدر نكمل، ولانه دجا كثير صعب وكثير رح يصير في مشاكل، وكثير مش مشاكل بس رح يكون تشالنجينج، رح يكون صعب، رح يصير في بكي، رح يصير في زعل. فمنيح يكون لحدا انه يكون انه حدا بتوثقي فيه منيح. انا وريان كثير مسابق بعض، كان هذا الشيء انا هذا كمان بعتبر انه حظ كان كثير حلو انه كنا سوا بارتنرز انا وريان. فبفتكر انه بس ينتبهوا كمان مع مين عم بفوتوا بهالخبريه، مش انه يلا بيعرف يعمل كودينج يلا تعال معي، انا مش هيك ابدا. اخر سؤال لك، الاكزت كانت ريوردينج؟ يعني ما حاسالك قديش قبضته لانه ما فيكم تقوله صح. بس انت بتعتبر انه يعني بتكافي كل الست سبع سنين اللي تعبتوا فيها؟ تعتبر انه كانت حقويه عادله؟ يس اكيد. واز ا جود ديل؟ يس اكيد، انه لو قلنا لو مش جود ديل ما بنقبل فيها. ما يعني كنتوا عملتوا والنيغوشيشنز كانوا سهلين صعبين؟ كانت تاخذ وقت، كانوا هيك اكيد انه طبيعي عم تبيع شركه وعم انه في مصاري بتدق مش قليله، فاي اكيد كان في نيغوشيشنز طوال، كان في بروسس طويل ما انه صغير يعني. بس كثير انه كثير مبسوطين اثنيناتنا بالديل يعني وهلا رح تبطلوا كلكم انفولفد ببلدتس، يعني مثل كانه جوزتوا عملتوا بيبي حطيتوه بالبيت صح. سكرتوا عليه الباب وهلا فايلين صح. في ايموشنز يعني أيوة. قديش حاسين، قديش انت حاسس هالاتاتشمنت قوي؟ كثير. قديش رح يكون سهل انك تسكر الباب وتمشي ونشوفك بركة شهر الجاي ما بعرف بالسيشل عم تعمل فاكيشن؟ معقول، ما بعرف اذا هونيك بس معقول، بس ليك ايه كتير صعب. انا بالاول وقت اخذنا القرار انا وريان كان شيء، وقت نجي نعمله للقرار شيء تاني كليا كان صعب. كنت كمان هيك انا منه هين ابدا، انه كنا عم هاوتسين بالموضوع يعني، كان شو ما اقول شو ما احكي عم بحكي عن بلدتس، عم نام عم بحلم ببلدتس، انه كان عن جد هيك. فتجي فجأة انه خلص يجي غير واحد، يجي غير ناس عم بياخدوا القرارات وعم بيعملوا وعم بيكبروا وهن عم بيشوفوا المشاكل وهن عم بيحلون وانا ما عم بعرف شيء وانا ما هيدا، انه صعب ما انه هين ابدا. فايه اكيد كتير صعب، بس انه eventually بدها تصير يعني، وبعرف بدها تصير، وكان انه هيدا الهدف تبعنا، انه هيدا it's a great success story، وكتير مبسوط من حالي وبحس حالي انه عملت شيء كتير، عملنا شيء كتير حلو شيء كتير كبير. فهيك اكيد، ونحن كتير فخورين انه بلشتوا مع بريتك أيه، وانه كنا جزء من هالتجربة. وكتير مبسوطين فيكم، مبروك لتاني مرة وgood luck. thanks. شكرا لانه جيت اليوم مرسي. ويلا منشوفك قريبا ان شاء الله. مرسي.